معانا كمان شوربه الكوسه بالجزر هنشوفها مع بعض، او الخضار بالشعريه هنسميها افضل، زي حاجه زي المنستروني كده من المطبخ الايطالي، ولكن هنعملها بالطريقه المصريه شوربه الخضار بالشعريه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل طبق شوربه الخضار ازاي بالشعريه. شوربه الخضار انا وعدت حضراتكم ان احنا في ايام الشتاء هنعمل مع بعض كل يوم طبق شوربه. انا هعمل دلوقتي شوربه الخضار بالشعريه، خلينا نشوف مقاديرها على الشاشه مع بعض، نكسب وقت ونستغل وقفتنا في المطبخ على الباميه مع اللحم ما تستوي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه دائما على شاشه النايل لايف تتحدث عن نفسها. معانا كوسه وجزر وطماطم وشعريه، حلو الكلام. وكمان يا شيف معانا كمان للشوربه الجميله الحلوه ما ننساش ملح وفلفل وزعتر. هقول المقادير على الشاشه بالترتيب لحضراتكم. شوربه الخضار بالشعريه معانا كوسه وبسله وبصل وثوم، الطماطم والجزر، ما ننساش نص كوب من الشعريه مع الملح والفلفل والزعتر، وما تنسيش شويه حب لشوربه الشتاء بتاعتنا الجميله الحلوه. حل على النار. نشوف ناخد الاول، انا بحب الشغل على النار الشديده دي، بس ابص كده على الباميه. تعالوا مع بعض نعمل طبق شوربه دلوقتي هيعجبكم قوي، شوربه الخضار بالشعريه. كلنا بنحب الشوربه في الشتاء، ولكن دايما نقول لما تيجي تعملي شوربه الشتاء بالذات تحط في الاعتبار الشوربه يكون فيها الثلاثي المرح او العصابه الثلاثيه اللي هي بصل وتوم وجنزبيل. دايما في عصابه بتطلع في الشتاء، حلو الكلام. العصابه دي دورها فعال في الشتاء، عباره عن توم وبصل وجنزبيل، الثلاثه دول نكسر من اكلهم في ايام الشتاء، لهم فوائد كتير. اولا حارقين للدهون، الكوليسترول، بينشطوا الدم في الشرايين طبعا، وخاصة الشرايين المقفولة، ده الجنزبيل مع البصل والثوم. أهم حاجة بقى إن لهم قيمة غذائية، بينشطوا المعدة للهضم، وبينشطوا العقل، وبالأوميجا 3، فيهم كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقهم فيها. فخلونا نهتم بيهم في أكلنا دايما، وما نقولش ريحة بق بصل، ريحة بق ثوم، لا، لو هتاكلي ثوم كتير استخدمي النعناع الأخضر، النعناع اليابس، مفيش أي مشكلة، فرشاية سنان قبل ما ننام. البصل والجنزبيل ما لهمش أي مشاكل خالص صحية ولا حتى ريحة، لكن قيمتهم الغذائية عالية جدا، وده اللي دايما بنبه عنه. هنعمل طبق شوربة ازاي؟ هاخد البصلية الناعمة الحلوة دي كده مع معلقة زبدة كده حلوة محترمة زي الفل، ما نكترش عشان مش عايز سمنة تظهر على وش الحلة. حلو الكلام، ونحط بصلية ناعمة. الله. ومعانا البسلة، ومعانا كمان كوسة هنقطعها برضو كرهات صغيرة. الله. انا بقالي تقريبا اسبوع دلوقتي بشرب شوربة كل يوم، شوربة خضار، ومريح راسي. ليه بقى؟ شوربة خضار مع الشعرية، خلاص خدت النشويات وخدت الخضار اللي انا عايزه، ويا سلام لو فيها صدر فرخ ابيض كده حلو، حتة لحمة من الرقبة كده تقريبا 100 جرام مثلا ولا 150 جرام ما نكترش في قلب الشوربه. تعمليها لجوزك، تعمليها لاولادك ايام الشتاء، لان احنا في الايام دي تقريبا يعني ما فيش بيت يخلو منه الا واحد عنده البرد، يقول لك انا عندي برد. حلو الكلام. ادي الشوربه بتاعت البرد، كوسه هي زي الفل. ناخد الجزر كمان نفس التقطيعه زي الفل يا جميل اهو، وادي الكوسه بنفس الطريقه انقطعها مع البصلايه والتومه يشاركوا على النار. طب الشوربه دي ما فيهاش لحمه يا عم الشيف ولا دجاج ولا حاجه، ايه البخل اللي انت فيه ده؟ لا ما اقولكمش، انت عندك شويه شوربه لحمه موجودين على ايد الشمال اهم في الحله، هنستخدمهم دلوقتي مع الخضار بتاعنا ده. طبعا تعالى هنقطع الخضار مع بعض ونحطه مع البصله، وانا عارف ان انتوا شطار، احنا اتفقنا مع بعض الشوربه في ايام الشتاء مختلفه تماما غير الصيف، وفي شرب اطلقوا عليها شوربه الشتاء، يعني دايما نشربها في الشتاء، ولكن مفيش خضار هيخترعوه في الشتاء غير الصيف، كل الخضروات موجوده دلوقتي، اصبحت دلوقتي الخضروات اللي موجوده في الشتاء هي اللي موجوده في الصيف، ولكن دايما بقول البصل والثوم والجنزبيل مع طبق الشوربه مهم جدا. بصل وثوم وجنزبيل انا مخدم هنا على الشوربه الحلوه بتاعتي اللي هي شوربه اللحم الضاني اللي خدت منها للباميه، بنزل بها هنا كده. الله، هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. كده الشوربة بتاعتي خلاص تستوي كده، الخضار مع اللحم. الله، حلو. هنا طبعا بنزود شوية علشان معانا شعرية هنحمرها في الايه
مع الاكله بتاعتي دي كده. الله صل على النبي، اللهم صل على النبي. نحط شويه شعريه كده، تمام. الف هنا وشفا، ونقلب كده. حد بيقول لي دلوقتي ما حمرتش الشعريه ليه يا عم الشيف؟ انا مش حابب ان انا احمرها، لان لازم المعلومه دي تكون عندنا، ان الشعريه لو حمرناها نشوياتها بتقل في طبق الشوربه، والشعريه لو ما حمرناهاش حطيتها زي ما انا حطيتها دلوقتي كده هتفرز لي نشويات كتير، وانا طبق الشوربه بالخضار محتاج فيه شويه نشويات حلوين مع بعض. وجود الطماطم اختياري هنا مع طبق الشوربه حسب ما احنا حابين. بنحط شويه صوص طماطم كمان زي الفل. نشوف ايه الاخبار كده. طبق الشوربه ده كده جاهز زي الفل. ولكن فين الكرفس يا عم احمد؟ دايما تقول الكرفس بالك الشوربه. ايه المانع ان انا بعد ما الشوربه دي تستوي زي الفل كده عندي كرفس بلدي، بحط ربطه كرفس بلدي هنا افرمها كده زي الفل مع طبق الشوربه بتاعنا الجميل الحلو، وتعالوا نغطي الحله دي كده وننساها لمده 20 دقيقه نشوف طبق شوربه الخضار بالشعريه. تعالوا نشوف الشوربه بتاعتنا وصلت لفين. مهم جدا كمان نخدم على طبق الشوربه. الله، تعالوا ندرس الموضوع هنا. الشوربه دي فيها شعريه فيها خضار. لو دورنا على الخضار اللي موجود في طبق الشوربه ده كده مش موجود مع الباميه خالص. انا مختار كوسه وجزر وبسله، وحط بطاطس لو حبه مع الشعريه بتاعتنا مع الشوربه بتاعت اللحم اللي استوت من شويه. طبق الشوربه كمان جاهز وزي الفل، ولكن عايزين الكرفس البلدي لطبق الشوربه يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. ادي الكرفس زي الفل. الله، الشعريه هنا ما حمرتهاش عشان كده تفرز نشويات كتيره زي الفل. الف هنا وشفا. يا نعم يا مدام عزه، ازيك؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيبه يا اختي، الله يبارك لك. وكلنا طيبين. وانت طيبه؟ طبعا، مولد النبي لحد اخر السنه. طبعا كل ايام الذكرى جميله جدا ان شاء الله.